معرض في المستوى، لأنه كيقربك من بزاف ديال الأسئلة وكيسهل عليك الأجوبة، كيجيبها لك حتى لعندك، ديال مختلف الأشياء اللي كتتعلق بالأمن سواء إلكترونيا أو علميا أو حتى في بعض التهديدات الإرهابية. يعني كيوريو كيفاش كيخدموا، يعني ناس في المستوى، استقبال رائع جدا. مشكورين الناس ديال الإدارة العامة للأمن الوطني على حسن اللباقة ديالهم وعلى التعامل الجيد، كيعطيو الخاطر لأي واحد، كيجاوبوا أي واحد على أي سؤال، كيوريوك الطرق ديال الاشتغال، المناهج ديال العمل، مختلف الأسلاك، إما الفرق ديال الهيئات الحضارية أو تدخلات سريعة أو الحفاظ على النظام أو القوات الخاصة كتفكيك المتفجرات أو الخلايا الإرهابية. فصراحة الله كنفتخروا بهذه المنظومة الأمنية اللي وضعتها لنا الدولة، راهن إشارة ديال المواطن باش نشوفوا دائما الأحياء ديالنا أو المدن ديالنا في أمن. وكنتمنوا بادرات أخرى نشوفوها سنوات أخرى إن شاء الله، ومزيد من التألق لهذه المنظومة ولهذ الناس هادو اللي كيسهروا الليالي واللي ما غاديش يحس بالبوليسي إلا خوه، يعني اللي هو في الدومين كيعرفوا شنو كيقاسيو في الليل. كيعاودوا لنا الأصدقاء ديالنا، زعما ناس كنكنوا لهم جميع الاحترام، وتحياتي للأمن الوطني. مزيان هذا الشيء اللي داروا، والله العظيم كل شيء يوعى وكل شيء يعرف شنو كاين، فهمتي؟ بزاف حنا براسنا، حنا كبار وما عارفين شنو. بزاف ديال الحاجات، بزاف بزاف والله العظيم. هذا الشيء مزيان اللي داروا. عندما جئت إلى الدور الرابع للأمن الوطني أعجبني كثيرا وأحببته كثيرا. وشو يعجبك فيه؟ كل شيء. أريد أن أكون شرطيا في المستقبل. أنا جد فرحان أن نتواصلوا هنا، يكون هنا هذه النسخة الرابعة ديال المديرية ديال الشو ديال الأمن الوطني. جد فرحان صراحة، كاين أروقة زوينة وجميع التخصصات ديال الشرطة. كنشكروا المديرية العامة للأمن الوطني اللي تفتحت لنا الأبواب ديالها باش نتعرفوا على الأروقة ديالهم. عجبني فيها المساعدة اللي عطاو الناس والأمن الوطني وغير ذلك. في هذا المعرض هذا استفدنا بزاف، داروا لنا فاس هكا قريب لينا، حنا استفدنا، جينا شفنا الأجواء هنايا كي دايره، داك الشيء ناضي. تحية للمخزن وعاش المال. اللهم لك الحمد، زين تبارك الله. الله عجبني فيه كل شيء، تبارك الله عجبني فيه، أي حاجة عجبتني فيه. والله ينصر سيدنا ويزيد في مداده.